البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. أما هذا الحديث عند المتأخرين مرسل من مراسيل عبد الله بن أبي بكر، وهو حديث صحيح له شواهد. استدل به من يقول لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف وهو على حدث. ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ وهذا النهي لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، يعني النهي للكراهة، فيكره أن يمسه على حدث وليس محرما، وهو مأمور أن يمسه على طهارة، أمر استحباب وليس أمر وجوب. هذا على الصحيح، وقد حرص الصحابة على ذلك. جاء عن ابن عمر وسلمان وسعد رضي الله عنهم. حديث كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه يشرع الذكر حتى على غير طهارة، ولكن في حال قضاء الحاجة يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الذكر في وقت قضاء الحاجة، وترك رد السلام حتى انتهى من حاجته. قال المؤلف عفى الله عنه: وعن أنس بن ما وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. في إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف، يرويه عن أبيه وأبوه مجهول، وفيه أيضا سليمان بن داود القرشي مجهول أيضا. ثلاث علل: مجهولان وضعيف فلا يثبت. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى خروج الدم من الإنسان بالحجامة أو الجروح. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله في الأوسط: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأبي ثور وغيره، لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا، غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه ثم يصلي. ثم قال: وفيه قول ثاني، وهو أن لا وضوء عليه ولا غسل أثر المحاجم. روي هذا القول عن الحسن ومكحول. وهذا قد يؤخذ عنه أن الحسن ومكحول لا يرون نجاسة الدم، ويحتمل أنهم رأوه شيئا يسيرا لا يلزم منه الغسل. ثم قال: وفيه قول ثالث، وهو أن يتوضأ ويغسل أثر المحاجم. روي هذا القول عن ابن عمر، قلنا تعليقا عليه، أخرج ابن المنذر في إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومدلس ولم يصرح بالسماع. روي هذا القول عن ابن عمر وعطاء والحسن وقتادة، وهو قول أحمد بن حنبل. قلت: والراجح هو قول الجمهور أنه لا وضوء عليه، وأما غسل أثر المحاجم فالراجح أنه لا يجب غسله لأنه ليس بنجس على الصحيح، كما هو قول الحسن ومكحول والله أعلم، وذلك لأن الطهارة لا ترتفع عن الشخص إلا بدليل، ولا نعلم دليلا صحيحا على نقض الطهارة
من دماء الحجامة أو الجروح. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني مرفوعا: ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا، ففي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك بل قد كذب. محمد بن الفضل بن عطية كأنه مر علينا في أثر آخر، من يذكره؟ في قول الحسن: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفه. أثر الحسن من طريق محمد بن الفضل بن عطية وقد كذب، تقدم في أوائل المسح على الخفين. قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. الوكاء بمعنى الرباط، والسهي حلقة الدبر. شبه أن الإنسان في حال يقظته رابط على نفسه من خروج الحدث، فإذا نامت العينان ذهب الرباط، فهو ما ظنت خروج الحدث، ما بقي رباط. العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني، وزاد: ومن نام فليتوضأ. الحديث ضعيف في إسناده أبو بكر بن أبي مريم، وقد خالفه مروان بن جناح وهو حسن الحديث، فرواه عن عطية عن معاوية موقوفا عليه، ورجح الموقوف بن عدي والبيهقي وابن عبد الهادي وابن دقيق العيد، والراجح وقفه على معاوية. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف، وحديث علي أيضا ضعيف في سنده الوضين بن عطاء، وقد أنكر عليه هذا الحديث، وفي سنده أيضا انقطاع من رواية عبد الرحمن بن عائد عن علي وهو منقطع، ولا يتقوى هذا بهذا لأن الأول غير محفوظ، الراجح وقفه. قال: الحكم المستفاد من الحديث. يستفاد من الحديثين أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، لأنه شبه الدبر وهو السهي بالسقاء، والعينين بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به، فإذا نامت العينان ذهب مربط الدبر. والحديثان ضعيفان، وقد تقدم حكم المسألة في أول الباب. ماذا أخذنا في أول الباب؟ ماذا رجحنا؟ ما هو الراجح عندك أخنا أمين؟ إذا استغرق النوم، إذا حصل النوم انتقض النوم. إن كانت مبادئ ونعاس لا يزال يشعر بشيء فلا ينتقض. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا، أنكر على أبي خالد الدالاني، أنكره البخاري وأحمد وأبو داود وغيرهما وقتادة وغيرهم. وقتادة سمع من أبي العالي 4 حديث وليس هذا منها، أنكر على أبي خالد الدالاني. قال: يدل، قال: الحكم المستفاد من الحديث. يدل هذا الحديث على أن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مضطجعا، وقد قال به بعضهم من أصحاب الذاهب المشهورة تبنى هذا القول. عندك أسامة؟ الشافعي، حسن. الصحيح أنه لا يقتصر على الاضطجاع. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخير إليه أنه أحدث ولم يحدث.
فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. قلنا صحيح بشواهده في إسناده أبو أويس وفيه ضعف، والحديث صحيح بشاهديه اللذين بعده. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولمسلم عن أبي هريرة نحوه قد تقدم. وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه، يعني ما يتكلم إذا كان في أثناء الصلاة فلا يتكلم، وإن كان في خارج الصلاة. الحديث هو أصلا ضعيف، ولكن لا بأس أن يدفع الإنسان عن نفسه بهذا الاعتقاد، يأتي الوسواس يقول هذا كذب، يقول في نفسه. أخرجه الحاكم وابن حبان في إسناد عياض بن هلال وهو مجهول. فائدة الأحاديث المتقدمة يستفاد من هذه الأحاديث القاعدة الفقهية العظيمة: اليقين لا يزول بالشك، وقد أشرنا إلى ذلك في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم برقم 67. ويستفاد من هذه الأحاديث الحذر من الانقياد لوساوس الشيطان الذي يريد أن يعبث بعبادة الإنسان ويصده عن دين الله. وكم من إنسان انقاد للوسواس فأتعبه ذلك حتى يحدث في دين الله أو يترك العبادة والعياذ بالله. الإنسان يبتعد عن الوسواس، يستعيذ بالله ويكثر من قراءة المعوذات ويحافظ على الأذكار، ومن أهم الأمور أن لا يلتفت إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.